في ظل استمرار انتفاضة القدس الثالثة منذ بداية شهر تشرين الأول الماضي، فإن 67% من الشباب الفلسطيني يرون أن دور السلطة في أحداث الانتفاضة لم يشكل أي فارق وغير إيجابي، وذلك حسب ما أظهرته نتائج استطلاع أجراه مركز العالم العربي للبحوث والتنمية وفي رام الله المحتلة. نتابع أكثر حول نتائج الاستطلاع مع نبال فرسخ. حوالي شهرين ونصف مروا على انطلاق انتفاضة القدس أو هبة القدس كما يسميها البعض، والتي لا زالت مستمرة. قد تختلف المسميات ولكن المهم هو النتيجة. ف48% من الشباب الفلسطيني يعتقدون بأن الهبة الحالية لن تحدث أي تغيير يذكر على أرض الواقع، وبرغم ذلك يؤيد غالبيتهم استمرارها، وذلك وفقا لاستطلاع لرأي الشباب الفلسطيني أجراه مركز أوراد، الذي أظهر أن 86% منهم يرون بأن الأحداث الحالية عفوية، و9% فقط يرون بأنها منظمة من قبل أحزاب سياسية. وحول إذا ما كان ما يجري حاليا انتفاضة أو مجرد هبة عابرة، 70% من الشباب يعتقدون بأن عددا محدودا من المواطنين يشاركون في الهبة الحالية، مقابل 26% منهم يرون بأنها انتفاضة شعبية واسعة. الاستطلاع هو الأول تقريبا في موضوع الشباب ارتباطا بالأحداث الحالية، ارتباطا بما يحدث من الاحتجاجات أو الهبة الحالية الموجودة. في حالة من الانقسام حول موضوع الانتفاضة قديش رح تستمر. الجزء بكل بحكي أنه راح تكون لأشهر، في جزء منهم كله ممكن تمتد لسنوات. قديش هاي الانتفاضة رح تكون مستمرة أو مستدامة في ظل الأحداث الحالية؟ طبعا في تعثر في عملية السلام، المفاوضات إلى آخره. هذه الهبة الشعبية التي يقودها الشباب الفلسطيني جاءت كرد فعل طبيعي على استمرار الاحتلال وتزايد جرائمه، حيث يرى 37% من الشباب بأن الأحداث الحالية تعبر بشكل رئيس عن إحباط الشباب من فشل عملية السلام واستمرار الاحتلال، فيما يرى 24% بأنها تعبر بشكل رئيس عن إحباطهم من دور السلطة في الضفة وحماس في غزة. إحباط شديد جدا على فكرة عند الشباب من الواقع القائم، سواء من الاحتلال الإسرائيلي وعبروا عنه بوضوح من خلال الاستطلاع، أو شغل أخرى أصلا من ممارسات السلطة حقيقة في الجهتين، يعني في الضفة وفي غزة. التنظيمات يثبت هذا الاستطلاع أنها فشلت في استقطاب قطاعات أكبر من داخل الشباب. ليس هناك مستقبل واضح للهبة أن تتحول إلى انتفاضة بدون توحد كل الكتل المتصارعة. وحول أشكال المقاومة المستخدمة في هذه الهبة أو الانتفاضة الحالية، يؤيد 81% من الشباب الهجمات المسلحة ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي، مقابل 10% فقط يعارضون ذلك. وبشكل عام 53% يعتقدون بأن الكفاح المسلح هو الطريق الأفضل لإنهاء الاحتلال، بينما 8% فقط يرون بأن المفاوضات هي الطريقة الأفضل. نبال فرسخ، رؤيا.